مساء الخير، انا كريم الحناوي كوفاوندر هيروز. لو جينا سالنا ايه هي اكبر انترتينمنت اندستري موجوده حاليا، ممكن يجي في دماغنا موفيز او ميوزك، بس ده مش حقيقي. اكبر انترتينمنت اندستري موجوده حاليا هي الجيمنج، واكبر من الاثنين كومباين. عشان كده ابتدى يظهر حاجه جديده اسمها جيمنج انترتينمنت. جيمنج انترتينمنت ان انت تقدر تلايف ستريم نفسك وانت بتلعب والاودينس يتفرج عليك، whether for educational purposes او entertainment. لما جينا عملنا زوم شويه على الميدل ايست، لقينا ان الميدل ايست فيه حوالي 20% من كل الجيمرز جلوبالي، وده حوالي 160 مليون جيمر، غير ان الاندستري حاليا باليد ات 6 بليون دولار وعندها اكبر جروث ريت في كل الريجنز وهو 12.1%. بس لقينا ان في مشكله كبيره بالنسبه للجيمرز دول، ان هم مش بيقدروا يستخدموا الفورين بلاتفورمز وياخدوا من عليها بيقدروا يستخدموا الفورين بلاتفورمز بس مش بيقدروا ياخدوا من عليها بنفيتس ولا مونيتايزيشن بلانز ولا سكيلابيليتي. عشان كده احنا عملنا هيروز. هيروز هو اول لوكال لايف ستريمينج بلاتفورم في مصر فور ذا جيمرز، غير ان هو اول الوحيد حاليا بيزد في ميدل ايست فور ذا جيمرز. ده شكل الكاستمر جورني بتاعتنا. تقدر تدخل تعمل اكونت بحيث ان انت عايز تستريم او تتفرج على ستريمرز تانيين. ده بيبقى شكل الجيمز، تقدر تخش تتفرج على التوب جيمز او تختار الجيم اللي انت عايز تتفرج عليها، تشوف الفولو شانلز بتاعتك. وده بيبقى شكل الجيم وانت بتتفرج من جوه عليها، وبيبقى فيه الشات بتقدر تكوميونيكيت مع الستريمرز نفسه او مع الكوميونتي بتاعت اذر جيمرز. احنا بدانا في شهر 8، بقى لنا 4 شهور دلوقتي. التراكشن بتاعنا سو فور حوالي 7000 اب انستولز، عندنا 11000 فيريفايد يوزر، غير ان احنا عندنا 250 يونيك ستريمر ستريموا على الويب سايت بتاعنا، وغير كده 40000 فيزيتور سو فور مونثلي. الريفينيو موديل بتاعنا مقسوم 3 حاجات. اول حاجه بالنسبه لنا هو الادز، بنعمل كونتراكتس مع براندز تانية ان هم يقدروا يحطوا الاد بليسمنت بتاعتهم عندنا على الويب سايت او على الموبايل اب، غير ان احنا تقدر تعمل عندنا سبسكرايب للستريمر اللي انت بتحب تتفرج عليه او مالتيبل ستريمرز، واحنا بناخد 50% من السبسكريبشن ده. غير كده عندنا التوكنز بتاعتنا او الكرنسي، واحنا بنسميها الجيمز، والجيمز دي بتقدر تشتريها من على البلاتفورم عندنا وبتقدر تسبورت بيها الستريمر بتاعك، واحنا بناخد الديفرنس ما بين اللي بيشتريها ويكاش اوت. التايم لاين بتاعنا، احنا لونشينا في اغسطس. اول ما لونشينا قدرنا ان احنا نعمل بارتنرشيب مع ريزر، هو واحد من الليدنج براندز في الجيمنج. قدرنا نعمل معاهم بارتنرشيب ان احنا نبرودكاست اول ايفنت هم عاملينه في ميدل ايست. احنا اكسبكتد ان احنا ناند اب الير على 13000 يوزر، غير ان احنا باي 2022 ان شاء الله ديسمبر هنكون عندنا 100000 مونثلي اكتف يوزر، 570000 ريفينيو. الكومبيتيشن بتاعتنا قويه، عندنا في الليد في مصر هو فيسبوك جيمنج، غير كده الماركت ليدر بتاعنا في العالم كله حاليا هو تويتش، عنده 72% من الماركت، ويوتيوب طبعا، بس ما فيش اي حد فيهم بيكتر حاجه لميدل ايست. عشان كده احنا شايفين ان دلوقتي الماركت مفتوح لينا ان احنا نقدر نخش نقدم مونيتايزيشن بلانز، كاستمر سيرفيس وسكيلابيليتي، ودي حاجات ما حدش تاني بيقدمها حاليا. غير كده ان احنا نقدر نقدم بنفيتس كتيره، منها الفاليو بروبوزيشن بتاعنا وهو الستريم عليك والباقه علينا، ان احنا في مشكله كبيره عند الجيمرز دلوقتي عشان يستريموا بيخلص الكوتا بتاعتهم والديتا، فاحنا بنقول لهم ستريم على هيروز واحنا هنوفر لك القصه دي واحنا اللي هندفعها لك. التيم بتاعنا، انا كريم الحناوي كوفاوندر، مور ذان 6 ييرز اكسبيرينس كاكاونت دايركتور في ادفرتايزنج. احمد اكرم هو عنده اكسبيرينس وركينج سوفت وير انجينير في فيسبوك اند جوجل، ولؤي اكرم software engineer في فيسبوك. الاسك بتاعنا هو 300000 دولار، ال 300000 دولار دول هنصرفهم على الانفراستراكشرز، على الانفراستراكشر، على الستريمرز، الماركتنج والتيم بتاعنا، واكسبكتد ان احنا بيها نقدر نفاينانس 12 شهر، وفي ال 12 شهر دول يكون عندنا مونثلي اكتف يوزرز اوف 100K وال 570000 دولار ريفينيو. شكرا.